حصل الآن اتصال بين الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن احنا كنا لسه بنقول انه خلال الساعات القادمة هيحصل اتصال بين بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي وكمان أمير قطر لبحث آخر الرؤى التي طرحت في قمة الدوحة بين رؤساء الأجهزة الأمنية في مصر والولايات المتحدة وقطر، وبحضور أيضا ممثلين عن موساد الإسرائيلي والشباك. وكانت مصر بتقوم بدور الوساطة مع حماس، أو يعني تأخذ رأي حماس في اللي هي قطعت هذا الاجتماع. فاتفق بايدن والرئيس السيسي على مواصلة الجهود نحو لدعم الاستقرار الإقليمي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أكد أن الرئيسين استعرضا نتائج جولة المفاوضات اللي عقدت بالدوحة على مدار اليومين الماضيين في إطار تنفيذ البيان المصري المشترك المصري الأمريكي القطري بشأن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة. واتفق على مواصلة وتكثيف الجهود المشتركة خلال الأيام القادمة للتوصل لاتفاق في هذا الصدد. تناول الرئيسان مجمل الموقف الإقليمي الحالي، حيث أكد الرئيس على استمرار الاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف في المنطقة للحث على عدم التصعيد وضبط النفس في ضوء خطورة الوضع بالشرق الأوسط، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف. وهو ما ثمنه الرئيس الأمريكي مشيدا بحجم التواصل والتنسيق المستمر والمشترك الذي يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. أضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضا للوضع في السودان، حيث شدد الرئيس السيسي على الموقف المصري المبدئي من الأزمة السودانية وحرص مصر على وقف إطلاق النار بشكل عاجل وتثمينها لكافة المبادرات ذات الصلة بما يضمن وحدة السودان وسلامته الإقليمية وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق. أتمنى أن يكون هذا الاتصال أيضا خاتمة مهمة لوضع الأمور في إطارها الصحيح، وأن تمارس أمريكا الضغط على إسرائيل وعلى كافة الأطراف المعنية الأخرى للوصول إلى وقف الإطلاق النار أو وقف العدوان الذي تمارسه إسرائيل على أهلنا في غزة.